السلام عليكم، معكم فاطمة إمبركاتن على ريمال تي في. فاطمة إمبركاتن 24 سنة، مستوى الدراسي باك بلس 2، وعندي العام تاني في دومين ديال ستيليزم والموديليزم. قصتي مع التطريز بدا قبل 3 سنوات تقريبا. حاولت نخرجه من النمط التقليدي اللي معروف كطرز رباطي الفاسي الزموري، حاولت نخدمه بطريقه عصريه اللي ممكن يتخذ كهدايا من لي طابلو المخدات نطرولين. كانت البداية تعلمت في جمعية، ولكن كيف قلت كنمط تقليدي، يعني الطرز على أصوله التقليدية. من مراها وليت كنشوف لي موديل عصريين هكا سوغ انستغرام في يوتيوب، وهكا كان تعلم شبه ذاتي. في الاول هاد الفن بدا كفضول وكتجربه، انا نجرب هاد الفن، نقدروا نقولوا كهوايه. من موراها خديته كمهنه. شيئا ما، حيت على حساب الطلبيات اللي كيجيوني الاكثريه خارج في مدن اخرى، شمال مراكش، مدينة أكادير فيه الطلب قليل. صحتي الشباب أنهم يتمسكوا بالهواية ديالهم أو للحاجة اللي كيرتاحوا فيها، ويحاولوا يطوروا منها أكثر. كيف كيقول واحد المثل المغربي، أنه إلا أديتي المهنة ديالك أو لهذيك الحرفة ولو تكون ربطة نعناع راه تغنيك. كنشكر ريمال تي في على هذه الفرصه والاستضافه، وشكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد قناه ريمال تي في.